بالوجبة الكروية الدسمة على صعيد نهائي كأس الأمم. محمود شلبي معاكم بيلعب كرة على يد، هناك أسامة أبو الطعيم، ثلاثة ضد أربعة. محمود شلبي يعود مرة كرة بينية خطيرة خطيرة الكرة خطيرة خطيرة، والهدف الثاني. يا سلام يا سلام على الفنان 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 بيكاسو بيكاسو، رأفت علي رأفت ابن علي رأفت ابن علي يحرز الهدف الثاني لصالح فريقه لصالح المارد الاخضر، يتقدم الوحدات بهدفين نظيفين. فرحه كبيره على انصاره على اوفيائه، جماهير كبيره التي لها كل المحبه والتقدير والاحترام. شاهدوا محمود شلبي صقر الكره الاردنيه، كره بين يا سلام رافع، خدعوا خدعوا لحارس المرمى، نوبوا لحارس المرمى، سدد كره داخل الشباك خبرته بخبرته الفنان، الحارس على الارض الكره داخل. شاهدوا دور الصانع اصبح محمود شلبي، وكره داخل الشباك الهدف الثاني. يتقدم الوحدات على اسود الصحراء بهدفين نظيفين، نهائي كاس الاردن لموسم 2010 2011. لكن المباراه لم تنتهي بعد، الوقت طويل،